الطفل المسكين يلي بقي لحاله بالغابة كان عم يدور على طريقة لحتى حدا يسمع صوته. هو غنى غنية؟ ايه هو حاول يغني بس ما مشي الحال، ما حدا سمع صوته ابدا. كان عتمة؟ ايه عتمة كتير. طيب بكي؟ ايه بكي. وقت اللي كان هو عم يبكي السما كمان كانت عم تبكي معه، بس بعدين سمع صوت فجأة. هالصوت قال له إذا بتعطيني أكتر شي بتحبه أنا رح طالعك من هالغابة. أكتر شي بيحبه؟ إيه أكتر شي بيحبه، بس الولد ما كان بده يتخلى عن الشي اللي بيحبه ولا عن عيلته يلي هو بيحبها كتير وبيتمنى أنه يكون معه، بس كان بيعرف منيح أنه لازم يختار حدا منهم. الغابة عتمة، مارت بده يطلع. والولد كمان هيك فكر وبعدها ترك الحجر السحري اللي بيحبه كتير، تركه بنص الغابة ورجع وراح لعند عيلته. والحجر السحري اللي بيحبه اختفى كمان؟ هو ضحى فيه، يعني مع انه كان بيحبه كتير بس كان لازم يتخلى عنه مشان يقدر يجتمع مع عائلته، وبالنهاية هو بيحب عائلته. أردا، حكيت مع أخوك؟ أنا عم بتصل فيه بس ما عم بيرد على تليفونه. لا أمي ما حكيت، أكيد عنده شغل. يمكن ما عم بيرد علي لأنه معصب مني. اتصل أنت فيه يلا. ما عم يرد. يا الله، لوين بده يروح بهالوقت هاد؟ ما بعرف أمي. تصبحي على خير. إن شاء الله يا أخي ما تكون رحت على المصارعة من جديد. خشيت انا ضربت عليك، خشيت انا ضربت عليك، ضربه واحده والله.
جد؟ لا قوم يا زلمة، قوم يا زلمة، قوم بس جد، قوم. لا أنا بدك تفهم أصلاً الجماعة الموجودين اليوم زعلان وأصحاب مشاكل. لا تتدخل فيني يا أخي، أنت ما عم تفهم. الرجال اللي بعد هاد الرجال ما بيرحموا جينك، هدول بيقاتلوا حتى الموت. إيه خلاص، ونحن منقاتل يا أخي. أنت شو مشكلتك؟ سيك، لا تكتر حكي. اتصل بعزراء يا ترى، بس علاقتهم سيئة. مضطر بدي اتصل. شفت مارت؟ بلشت تفرقع مثل الألعاب النارية، ما هي؟ شوف أردا. أهلين أردا. عزراء لا تواخذيني، عم أزعجك بهذا الوقت، بس كنت بدي أسألك، أنت مع أخي؟ يعني هو عندك أو بتعرفي هو وينه؟ لا لا، ما أنا هون، ما بعرف شو صار. صاير شي؟ لا 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 لا، ما في شي مهم، بس أمي انشغل باله شوي لأنه ما عم نقدر نوصل له أبدا. على كل حال شكرا، شوفك. تمام، الله معك. كيف الوضع؟ ممتاز كتير، رح يجهزوا. أخي وينك أنت؟ مشغول؟ بالنا عليك. اتصل يا زلمة، عم بستناك. وهذا ليش عم يتصل هلأ؟ ألو، أهلا وسهلا. منيح منيح، خير؟ قلي أخي. طيب أنت بعت لي الموقع بسرعة وأنا جاي. جاي، تمام تمام، جاي، بعت لي الموقع. أوف يا أخي، أوف على هالقصة. طيب، معناتها قلي يا مارت، مين أكتر رفيق بتحبه بالمدرسة؟ ما بعرف. آه، يعني بتحبهم كلهم. معناتها مين أكتر رفيق ما بتحبه؟ اسمه شاري. ليش ما بتحبه؟ ضرب مارت. أخي حبيبي، يمكن ما كان قصده يضربك. أكيد، وأنا كمان هيك رأيي. ضرب مارت.
أردا؟ ألو عزراء، أخي وضعه سيء كتير، لعبان ملاكمة وحالته سيئة. كيف يعني سيئة؟ وينكن أنتو؟ أنا بالتاكسي بس ما بعرف لوين بدي أخده، ما بقدر أخده على البيت. ستي هنيك البيت كله رح تقوم قيامته، شو أعمل؟ جيبه لعندك؟ عزراء بترجاكي ما عندي خيار تاني بنو. طيب طيب خلص تعالوا لعندي. بعتي له الموقع. تمام رح أبعت لك الموقع هلأ، تعالوا فورا. طيب ماشي رح جيبه فورا. شوفي لعبان ملاكمة.